السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي، معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع حل تمارين الدرس الثاني من الوحدة الثانية من منهج ثانية ثانوي. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع حل التمارين اللي على الدرس، وقبل ما نبدأ لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو أنت تعجبك فيديوهاتي يا ريت ما تبخلش إن أنت تحط لايك للفيديو وشير لكل أصحابك عشان الكل يستفيد. ويلا بقى عشان نخش نحل على طول التمارين عشان ما نطولش عليكم. يلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الوثيقة اللي قدامي يا شباب بتتكلم عن La France، فرنسا. La France تغوف، فرنسا توجد à l'ouest de l'Europe في غرب أوروبا. Il donne sur la mer Méditerranée، هي تطل على، دون سير تطل على البحر الأبيض المتوسط. Au sud من الجنوب. Et l'océan Atlantique، والمحيط الأطلنطي. À l'ouest في الغرب. الاسباني ستروف او سيد ويست، اسبانيا توجد في جنوب غرب فرنسا. الايطالي او سيد ايست، وايطاليا في جنوب شرق. لاسويس اليست، سويسرا في الشرق. او نور في الشمال. اليالا بلجيك، يوجد بلجيكا. باري اي لا كابيتال، باريس هي العاصمة. ليون مارسيل ستراسبورغ sont les grandes villes، هي أكبر المدن. La population de la France، سكان فرنسا. s'élève تبلغ أو تصل إلى 64 مليون d'habitants، 64 مليون من السكان. La monnaie est l'euro، العملة هي اليورو. Lyon est une ville، ليون دي مدينة إيه؟ فرنسيز، فرنسية. La Suisse est nord de la France، فرنسا توجد فين؟ سويسرا بالنسبة لفرنسا توجد في الشرق. أليست أليست. La population de la France s'élève à، سكان فرنسا تبلغ كام؟ 64 مليون، 64 مليون. La France est un pays، فرنسا تكون بلد فين؟ en Europe، في أوروبا. بونجور شونج دوت، بتقول بيقول جو مابيل شونج جي 17 سنة، أنا عندي 17 سنة. جي سوي شينوا، أنا صيني. جادور فوتوغرافي مومباي، أنا أعشق تصوير بلدي. لاشين الصين. سيتونيزي تكون في آسيا. موا جو في دون لا كابيتال، أنا أعيش في العاصمة بكين. فاليري بتقول بونجور دي لا فرانس، صباح الخير من فرنسا. مون بغينوم اي فاليري، جي سوي فرانسيز، انا فرنسيه. اي جو بارل فرانسي، وانا بتكلم فرنساوي. لا فرانس اي تان بي مانيفيك، فرنسا تكون بلد رائعه. بور فير دي بيل فوتو، لعمل صور جميله. جادور لي فواياج، انا اعشق الرحلات. جاك بيقول سالي اتوس، صباح الخير او سلام للجميع. موا انا سي جاك، انا جاك. جي سوي اوستراليا، انا استرالي. جي 17 انا عندي 16، انا جي 16 انا عندي 16 سنه. جو بارل انجلي، انا بتكلم انجليزي. جيم فوتوغرافي كامبارا، انا احب تصوير كامبارا. لا كابيتال دي مومباي، عاصمه بلدي. جادور سيرفي سير انترنت، انا اعشق التصفح على الانترنت. اول سؤال بيقول سي بيرسون بارل دي، هذه الاشخاص بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن بلدهم، يبقى لير بي، لير بي. فاري اي فاري دي تكون ايه؟ فرانسيز، فرنسيه. السؤال الثالث شونج ايم، شونج بيحب يعمل ايه؟ شونج دي بيحب يعمل ايه؟ نطلع فوق نشوف، هينول فوتوغرافي سومبي، بيحب يصور بلده. كامبرا الو نوم دين فيل، كامبرا دي اسم مدينة. الموقف يا شباب تدموند اتونامي لا لونغ بارلي، انت بتسأل صديقك اللغة المتحدثة دان سون بي في بلده. تي دي انت تقول، في الاول قال لك انت تسأل وفي الاخر قال لك انت تقول، يبقى انت هتقول سؤال. الاتنين دول اسئلة، يبقى
كل لونج تباغ او برازيل دي اللي تنفع من حيث المعنى، اي لغه انت تتحدث في البرازيل. تي دوموند ان توريست سا ناسيوناليتي، انت بتسال سائح جنسيته. تي دي انت تقول، انت تسال انت تقول، يبقى سؤال برضه. واللي ينفع عندي في المعنى كالي فوتر ناسيوناليتي، ما هي جنسيه حضرتك. تي بارلا تون امي فرونسي دي ليجيبت، انت تتحدث الى صديقك الفرنسي، الى صديقك الفرنسي عن مصر. بتتكلم مع صديقك الفرنسي عن مصر، انت تقول، هنقول ليجيبت ايتام بو بي، مصر تكون بلد جميل. ولا لتوم ابو، الجو جميل. لا، هنقول لو بيتكلم عن مصر يبقى مصر تكون بلد جميل، ليجيبت ايتان بو بي. تي دوموند اتون كوبا او ايل ابيت اون فرانس ايل دي، انت بتسال صديقك وهو يقول، يبقى نقول اجابه يسكن فين، يبقى جابيت ا باغي. السؤال الخامس، تي دوموند اتون بروفيسير، انت بتسال مدرسك بتاع الجغرافيا. لا بوزيسيون دي ماروك، موقع المغرب. تي دي انت تسال انت تقول، يبقى هقول سؤال، او سي تروف لو ماروك. تي دوموند اتون فوازا دي كارتييه، انت بتطلب من جارك في الحي. نا سا ناسيوناليتي، جنسيته. ال دي هو يقول، هيقول جي سوي ايطاليا. تون كوبا فرونسي تي دوموند لا لانج بارلي اون ايجيبت، صديقك الفرنسي يسالك اللغه المتحدثه في مصر، انت تقول، هنقول اون بار لاراب، احنا بنتكلم عربي. توم بيتي فغير، اخوك الصغير، تي دوموند يسالك لا كابيتال دي لانجلتير، عاصمه انجلترا. ال دي هو يقول، هو يسال، هو يقول، يبقى هيقول سؤال. توم بيتي فغير تي دوموند، اخوك الصغير يسالك عاصمه انجلترا، انا عاصمه انجلترا. ال دي هو يقول، هيقول كيلي لا كابيتال دي لانجلتير، ما هي عاصمه انجلترا. تو تي دوموند اتون كامراد فرونسي، انت بتسال صديقك الفرنسي. ديز انفورماسيون سيغ باري، معلومات حول باريس. تي دي انت تسال انت تقول، يبقى دونكيل، يبقى عايزين سؤال، وهو السؤال الوحيد اللي عندي هنا، دونكيل بي سي تروف باري. تي دوموند اتون كوبا، انت بتسال صديقك، او الباس، اين هو يقضي سي فاكانس، اجازاته. ال دي هو يقول، بيقضي اجازاته في الريف، جوفي الا كامبان. واحد هيقول لي جو باس لي فاكانس افيك ما فامي، لا، هقول لك لا. ليه؟ لان هو بيقولكش مع مين، هو بيقول لك فين، فين يبقى في الريف. ان توريست فرونسي تي دوموند، سائح فرنسي يسالك كيل اومونيمون اون بو فيزيتي او كير، اي الاثار التي نستطيع ان نزورها في القاهره. تي دي انت تقول، هنقول اون فيزيت لي بيراميد لو سفينكس لو ميزي ايجيبسيا، نحن نزور الاهرامات وسفينكس واللي هو ابو الهول والمتحف المصري. تمام. تونك باتي دوموند لوسياني سي كوا، تي دي صديق يسالك لوسياني اللي هي قاره استراليا، سي كوا تكون ايه. تمام. تي دي انت تقول، انها قاره، سيتان كونتينو، انما ديت سيتان اوسيا محيط، لا هي مش محيط، اوسياني اللي هي قاره استراليا. تي دان فورم سيغ لادريس دان كوبا، تي دي انت تستعلم عن عنوان صديق، انت تقول، انت تستعلم انت تقول، يبقى سؤال. او ابيتي تي بارل دي ديز اكتيفيتي بون دوليفي، انت تتحدث عن انشطتك اثناء الشتاء، انت تقول، هتقول بنعمل ايه في الشتاء، هيبقى جوفي دوسكي، انا امارس التزلج على الجليد. السؤال الخامس، تون كاماراد فرونسي تو دوموند لا بوزيسيون دي جيبت ال دي، صديقك الفرنسي يسالك عن مكان او موقع مصر، هو يقول، يسالك هو يقول، يبقى سؤال، اين توجد مصر، او سي تروف لجيبت. تي دوموند اسونامي اتونامي، انت بتسال صديقك سا سيزو بريفيري تي دي، عن الفصل اللي هو بيفضله، انت تقول كيل سيزو ام تي، اي فصل من فصول السنه انت تحب. تي دوموند اتونامي، انت بتسال صديقك او اي لو جابون، اين تكون اليابان. ال دي انت تسال هو يقول، يبقى هيقول اجابه هي بتقع في قاره اسيا، الي اون ايزي.
سؤال الجرامير بقى يا شباب، ولازم نركز شوية في شغل حروف الجر مع البلاد والمدن والقارات زي ما احنا شرحنا في فيديو الشرح بتاع الدرس. أول سؤال بيقول مونامي أبيت، صديقي يسكن. صديقي يسكن وجاي نقط وبعدها اسم مدينة، لوندر آخرها اس بس هي اسم مدينة مفرد اللي هي لندن. فأسماء المدن كلها بتاخد حرف الجر أه معنا كام دول كام مدينة كده اللي هم كير والفيوم وسيناي ودلتا، دول بياخدوا او، فديت لندن هتاخد اه. مونفيغير فا نوت ايتا اني، الولايات المتحدة، هنا دولة جمع يبقى على طول ا او اكس. الابيت سينيغال، سينيغال هنا دولة مفرد مذكر هتاخد او، او سينيغال. اليابو كودي مونيمو ا لوكسور، ا لوكسور مدينة. الفا نوت سويس اون فاكانس، سويس اللي هي السويس تمام، في الاجازات هي بتروح السويس، يبقى السويس دي اسم مدينة يبقى ياخد اه. ارجنتين، ارجنتين هتاخد اون، اون لانها دولة مؤنثة، وكمان ان هي كمان بتبدأ بحرف متحرك فهتاخد اون كمان يبقى اون ارجنتين. مارك ترافاي نوت بيبا، بيبا اللي هي البلاد المنخفضة جامعة تبقى او اكس. هنا نقط بغي على طول اه. جي ان نوفيل امي الابيت اوزانتيل، جزر الانتيل بتاخد او اكس جامعة. بوردو اسم مدينة بينتهي باكس اه بس هو اسم مدينة مفرد هتاخد اه. ايطالي هتاخد اون. اسوان هتاخد اه. موغاتين، موغاتيني موريتانيا يعني اللي هي اسم دولة بينتهي بأو يبقى مؤنث تاخد اون، او موريتاني. الفا نوت كوبا، الفا كوبا ديت اسم جزيرة هتاخد حرف الجر ا، ا كوبا. كولومبيا اي تام بي، كولومبيا تكون مدينة. نوت امريك دي سيد، امريك دي سيد احنا قلنا كل القارات هتاخد حرف الجر اون ما عدا الامريكتين، لو جايين مع بعض ياخدوا ا او اكس. لا فرانس تروف نوت اون اوروب، قاره تاخد اون على طول. مواجبت او برتغال، عشان برتغال هنا مفرد مذكر. لوكسور هتاخد ا، الجيري هتاخد اون، الفرنسا هتاخد اون مؤنث، افريقيا هتاخد اون عشان قاره. طوكيو اسم مدينه هياخد ا، كان اسم مدينه هياخد ا، كير هتاخد او لانها مدينة شاذة بتاخد او كير. نخش بقى على اللي بعد كده يا شباب. السؤال اللي قدامي دوت بيقول فو نو بكل لونج، انت تتحدث اي لغة او انتم تتحدثون، يبقى فو بغلي. جو بيبقى جو في، نوزا بيتو اخرها او ان اس. توا تو اي، تو اي انجلي انت تكون انجليزي. او تي بارون، تي بارون اين والديك، عايزين هنا نختار فيرب ينفع يجي مع تي بارون. تي بارون زيها زي ال افيك اس تمام، يبقى الفيرب هيجي مع اخره او ان تي. رقم 6 الي اي موا نو، بعد الفصله ديت قال لك نو يبقى على طول لازم تاخد او الناس. طب لو بعد الفصله دي قال لك او يبقى نصرف مع الايل على طول يبقى هناخد فا تمام. خلي بالنا من النقطة دي يا شباب عشان في ناس كتير بتتلخبط فيها. رنا اي سامي، رنا وسامي اتنين يبقى الافيك اس يبقى سون. توت لا فامي كل العائلة، كلمة كل العائلة كلمة مفرد مش جامع، يبقى هاخد معاها في فا، فا عشان هتصرف معاها كأنه متصرف مع الضمير ال تمام. لا بلجيك اي نوت غوب، اوروبا ديت قارة تبقى تاخد اون. لا كابيتال دو انجلتر سي كوا، عاصمة انجلترا تكون ماذا. جيم بكو لاشين، لاشين اسم دولة مؤنث. السؤال اللي بعد كده يا شباب، تيفا كامبوجي اونيتي، كامبوجي ديت اسم دولة مذكر لانها من الدول، من الدول الشاذة اللي تنتهي بأو ومذكر كامبوجي، والدول المذكرة كلها بتاخد او. روم ايتين فيل، روما تكون مدينة، روما دي مدينة ايه ايطاليان، انا انس كلمة ايتين فيل، فيل مؤنثة يبقى على طول هاخد الصفة معاها مؤنث. فوزالي، فوزالي
إلي إسبانيول مفرد مذكر يبقى إسبانيول، تمام؟ ديت اخرها او اس بس مش باينه معاكم. الباغل هو يتحد ايه؟ تتحدث لا لونج، لا لونج ايه؟ هختار هنا لا لونج فرانسيز مؤنث، عشان كلمه لونج مؤنث، انا بأنس الكلمه اللي جايه قبلها. طيب رقم ستة يا شباب، اول سؤال بيقول نوت لونج باغتي، هنا كلمه لونج جمع مؤنث، هتاخد ايه؟ لونج باغتي كومبيان دي لونج، كم عدد اللغات، كم عدد اللغات التي تتحدث. il y a nous devons partout il y a devons devons partout on va on va en Espagne en vacances، احنا بنروح اسبانيا في الاجازات. ces personnes sont d'origine، هذه الاشخاص تكون من اصل. هنا يا شباب انا هتعامل مع كلمه origin، كلمه origin مفرد مؤنث، يبقى انا هجيب الصفه تتبع الكلمه اللي جايه معاها، يبقى اختار صفة مفرد مؤنث يبقى ايجيبسيان. ماليش دعوة ديت جامع اختار جامع، لا انا لا دعوة بالكلمة اللي جاية بعد الموصوف، صفة وموصوف مع بعض يبقى يتبعوا زي بعض، يبقوا زي بعض بالظبط، مذكر يبقى مذكر، مؤنث يبقى مؤنث، مفرد يبقى مفرد، جامع يبقى جامع. هنا مفرد مؤنث اختار ايجيبسيان مفرد مؤنث. لاشين اي نوت اوزي، يبقى اونيزي قارة. لا فرونس ماكو بين باغل، صديقتي تتحدث فرنسي، فرنسي يعني ايه؟ اللغة الفرنسية، تمام؟ فرنسي. واحد هيقول لي طب ايه الفرق بين فرنسي ديت وفرنسي ديت؟ قلنا في الشرح، في فيديو الشرح، ان الاف لما تكون كابيتال معناها الشخص، شخص فرنسي، فرنسي يعني الفرنسي، تمام؟ فرنسي ديت اللي هو اللغة الفرنسية، وطبعا فرنسيز هي تأنيس صفة تأنيس اللغة او تأنيث الصفة الجنسية، وهنا فرنس اللي هي اسم البلد، يبقى اللي ينفع معايا هنا كلمة فرنسي اللي هي فرنساوي. مونامي اللي مش واخد باله يرجع لفيديو الشرح متوضحة فيه اكتر. مونامي نوت دي ناسيوناليتي فرنسي، صديقي نوت دي ناسيوناليتي فرنسي، عايزين نقول هو لديه جنسية فرنسية او هو يكون من جنسية فرنسية، تمام؟ يبقى على طول مونامي ايه دي ناسيوناليتي فرنسي، هو يكون من جنسيه فرنسيه. التمرين السابع يا شباب، اول واحد بيقول نوت بي اي لا فرانس، كلمه بي مفرد مذكر هتاخد سون. الي فوتوغراف نوت زيمبابوي، زيمبابوي هنا من الكلمات او من الـ البلاد اللي بتنتهي بأو بس مذكره فهتاخد او، تمام؟ الفا نوت سودا، سودا دولة مفرد مذكر فهتاخد او. نوزالو نوت انجلتير، هنبقى هنا هناخد انجلتير ديت يعني انجلترا فهتاخد هنا اون عشان هي دولة مؤنث. ميكو با اصدقائي، ابيت ابيت النين بقى ابيت اخرها او ان تي. جون ترافي نوت واشنطن دي سي، واشنطن، واشنطن اللي هي مدينة واشنطن تاخد حرف الجر نو سوم، نو سوم سويس، احنا سويسريين. ما كوبين، ما كوبين نوت دوريجين انجلي، تكون من اصل انجليزي يبقى ما كوبين اي. اليا، اليا نوت اليف ضل كلاس، اليا كومبيان دي إليف، كم عدد، يوجد كم من التلاميذ في الفصل. نوت باق العرب، يبقى هنا من يتحدث اللغة العربية كي، الجملة هنا مفيش فيها فاعل يبقى على طول انا هسأل على الفاعل بكي. اي تون ادريس، يبقى كل اي تون ادريس، ما هو عنوانك. نوت اي تافيل، تكون مدينتك، تكون مدينتك يبقى على طول هختار كومو، كيف تكون مدينتك عشان اوصفها. نوت تي فيزيت لجيبت، تي فيزيت لجيبت انت تزور مصر، يبقى متى انت تزور مصر، كونت. فوز اشيتي ان كارت، انت بتشتري ليه خريطه، يبقى اعطو بوركوا، انت تشتري خريطه لماذا. تي في كوا، انت بتعمل ايه، تمام. ستروف باري، ايبا اين تقع او اين توجد باريس.
التمرين التاسع يا شباب بيقول اول واحده بتقول نقط تي دي سن. تي دي سن انت ترسم، يبقى ماذا انت ترسم؟ كيسكو. نقط ايه لكابيتال دي لاتيلي؟ هتبقى كيل ايه، يبقى كيل ايه اللي هي المفرد المؤنث عشان كابيتال مفرد مؤنث. تي فا اوميزي هتبقى كون، كون تي فا اوميزي، متى انت تذهب الى المتحف، ما ينفعش اين، ما ينفعش من، ما ينفعش ماذا. طيب لونج فو بغلي، لونج هنا جمع مؤنث، تاخد جمع مؤنث. نقط فو زابيتي يبقى او، اين انت حضرتك تسكن او اين انتم تسكنون. اسكوسي كيسكوسي، كيسكوسي يعني ما هذا، ديكوا ولا ديكي ولا ديكيل اوريجين، ديكيل اوريجين ات فو، من اي اصل انت تكون. تمام. طيب سير كيل، كيل كونتينيو عشان كونتيني هنا مفرد مذكر، قاره، القاره مفرد مذكر، فهتاخد كيل كونتيني مفرد مذكر. الايميل يا شباب سالو، تنزل طبعا سالو زي ما هي، وبيقول لك سير كيل كونتينيو اي تومبي، على اي قاره تكون بلدك، كالي لا كابيتال دي تومبي، ومع عاصمه بلدك، اي كيل لونج اللي زابيتو باغ، واي لغه السكان يتكلمون، وتشاو. طيب هقول مون بي ستروف اون افريك، تكون في افريقيا. طيب العاصمة هقول لا كابيتال دي مون بي اي لوكير، تكون القاهرة. طيب اللغة هقول لا لانج باغلي اون ايجيبت اي لاراب، اللغة المتحدثة في مصر هي اللغة العربية. طيب السؤال الثاني او الايميل الثاني، كيلي لا ناسيوناليتي دي تون نوفيل امي، ما هي جنسية صديقك الجديد؟ او ايل ابيت، واين هو يسكن؟ اي كومو الي، وكيف هو يكون، عايز اوصف شخصيته يعني، اي كومو الي، عايز اقول شخصيته ايه. او ريفوار، الى اللقاء. هقول لا ناسيوناليتي دي مون نوفيل امي اي فرانسي، جنسية صديقي الجديد اي فرانسيز، تكون الفرنسية، او ممكن اقول مون امي مون نوفيل امي اي فرنسي، صديقي الجديد يكون فرنسي. ال ابيت اباغي، هو يسكن في باريس. طيب كومو الي، هقول الي تيميد، انه خجول. السوجي يا جماعة بيقول اكري اميل، اكتب ايميل، اعطونا مي فرنسي لصديقك الفرنسي، بور باغلي دي تونبي، عشان تكلمه عن بلدك. تمام. في ايميل زي في سوجي ده شباب هتقول ان انت بتسكن في انهي بلد، تمام، والبلد دي موجوده فين، واللغه المتحدثه ايه، والجو مثلا يكون في بلدي جميل، وهكذا. طيب بريزونت تون فوازان اترانجي، قدم جارك الاجنبي. بارل دي سومبي، تحدث عن بلده. سا ناسيوناليتي، جنسيته. اي سا لونج بارلي، ولغته المتحدثه. برضه هنا عايزك تقدم جارك الاجنبي وتقول بلده ايه وجنسيته ايه واللغه اللي بتحدثها. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل تمارين الدرس الثاني من الوحده الثانيه من الترم الاول لثانيه ثانوي. تمام. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتم منه، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير لكل اصحابك، وان شاء الله الفيديو القادم يا شباب عن حل 2 امتحان على الدرس الثاني. انتظرونا ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.